أوقات كتير بتحس بوجع في صدرك ومش عارف سببه إيه؟ لفيت كتير ما بين الدكاترة ومش عارف التخصص المناسب ليك إيه؟ خدت علاجات كتير ومفيش أي نتيجة خالص؟ تابع معايا في الفيديو دوت هجاوب على كل الأسئلة اللي أنت ممكن تكون عايز تعرف إجابتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الفيديو دوت عن ألم دايما بيحدث في منطقة الصدر، ودايما الألم دوت بيقرب ناس كتير قوي وبيقولوا ترى الألم ده سببه ايه وخايفين دايما منه. طب هل نروح لأي متخصص؟ مين يقدر يفيدني اكتر؟ طيب هل الألم دوت يا ترى منشأه القلب زي ما بيخاف كتير من الناس، ولا منشأه حاجة تانية، ولا 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 جميع أسئلة كتير قوي بتدور في دماغ كل مريض بيجي يشتكي بوجع في الصدر. بيجي دايما بالشكوى دي ومعاها دايما أعراض تانية هنتكلم عليها. حبيت أوضح قوي في الفيديو دوت إن أقلل الهاجس شوية اللي عند كل شخص بيجي له وجع في صدره ويبقى متحير يروح فين ويروح لتخصص إيه، والوجع دوت زي ما بقول لحضراتكم كده يكون سببه ايه. عشان نشرح القصه ديت هنقولهم وجع الصدر دوت او اي وجع في الدنيا ممكن يكون نتيجه سبب في المنطقه اللي بيشتكي منها الشخص نفسه، او يكون نتيجه سبب في مكان تاني وبينعكس السبب دوت على مكان معين في الصدر. يعني دايما احنا لقينا كتير مثلا وجع المرارة بنلاقيه دايما بيسمع في الكتف اليمين، وجع القلب بيسمع في الكتف الشمال، الزايدة نفسها لما في أول الوجع بتاعها بنلاقي دايما وجع حوالين السرة. أنا أقصد من كلامي إن ممكن يكون الوجع دوت منشأه في المنطقة اللي فيها الوجع، وممكن يكون الوجع ده بيتمثل أو بيعبر عنه الشخص دوت في مكان تاني. عشان كده أنا قررت إن أنا أعرف كل شخص عنده وجع او بيجي له نوبات من الالم في منطقه صدره الوجع دوت ممكن يكون سببه ايه، ويبدا يروح لمين من التخصصات اللي يبدا يتعامل معاها، ويبدا يقيم الموضوع ازاي صح ولا لا، وهل في تدخل سريع ممكن هو يقوم بيه قبل ما يروح للدكتور. فهنعرف الكلام ده في الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه مع بعض. طيب منطقة الصدر ديت فيها ايه؟ عشان كل واحد يبقى عارف هو ممكن يشتكي ويكون السبب ده راجع لايه. عارفين دايما في منطقة الصدر دوت في القلب، في الرئتين، في الضلوع اللي هو القفص الصدري، وفي عظمة الصدر في النص، وفي المعدة، جزء من المعدة، وفي المريء والبلعوم. يعني انا اقصد في اماكن كتير خالص او في حاجات كتير خالص ممكن الواحد يشتكي نتيجة سبب ما في منطقة الصدر بالوجع بتاعها. طيب أشهر أسباب هنتكلم في أول حاجة آلام الناتجة دايما عن آلام القلب. طيب إيه هي آلام القلب اللي ممكن الواحد يجي يشتكي منها؟ هنقوله لو حصل أول حاجة نوبة قلبية، يعني نوبة قلبية يعني حدوث جلطة. طيب ليه بتحدث الكلام ده؟ إن القلب ده عبارة عن عضلة برضو بتتغذى بيه شرايين زي أي جزء خاص من الجسم. فلو حصل عدم تغذية للشرايين ديت من الشرايين ديت لعضلة القلب، فطبعا ده بيأثر على عضلة القلب وكفاءتها وبيحدث ما يسمى بالجلطات. طيب يبقى أول حاجة هي النوبة القلبية. تاني حاجة ممكن تحدث تسبب ألم خاص بموضوع القلب هو قصور في الدم نفسه اللي بيوصل للقلب. يعني كمية الدم اللي بترجع من الجسم للقلب اللي يبدأ القلب يضخ الدم بيها، تمام، دي بيحصل فيها درجة من درجات القصور، فتؤدي إلى ما يعرف بالذبحة الصدرية، تمام، وده دايما بتظهر مع المجهود الزيادة شوية عن الطبيعي مع الشخص المصاب بموضوع الذبحة. تالت حاجة ممكن لو في مشكلة بقى في الشريان الرئيسي اللي بيطلع من القلب ويضخ الدم الباقي الجسم اللي هو الشريان الأبهي أو الشريان الأورطة. ده لو حصل فيه اتساع في الجدار بتاعه بيؤدي دايما إلى تجمع
الدم في الجدار الخاص بالشريان دوت، وممكن يؤدي الى انفجاره، ودي تبقى حاجه خطيره جدا بتهدد الحياه فعلا. رابع حاجه ممكن نتكلم فيها مخصوص موضوع القلب، ان القلب دوت العضله بتاعته بتحاط بغشاء لحمايه العضله ديت. الغشاء ده اسمه الغشاء التموري، لو حصل فيه اي التهاب ده طبعا بيسبب الام في منطقه الصدر. طيب دي كده الجزء الخاص بالقلب. طيب لو جينا بقى للجزء الخاص بمنطقه الجهاز التنفسي، يعني اللي هو الرئتين والشعب الهوائيه، هنقوله ان دايما لو حصل دور نزله شعبيه او دور التهاب رئوي هيجي بوجع في الصدر مع اعراض تانيه طبعا. لو حصل نقدر نقوله اي مثلا تليف في الرئتين، لو في مراحل متاخره هيحصل كده، هيحصل الم في الصدر. لو حصل التهاب مثلا ادى الى وجود قراج بالرئتين نفس القصه. لو في جلطه بالشريان الرئوي هتسبب برضو في الم حاد جدا في منطقه الصدر. يبقى نقصد ان في مجموعه اسباب كتيره ممكن تكون خاصه بمنطقه الرئتين. لو في انسداد او ما يسمى مع دايما الناس المدخنين فترات طويله اللي هو السده الرئويه، دي هتجيلها دايما بالام في الصدر. طيب نيجي بعد كده على الجزء الخاص بالجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي عندنا منطقه من اول منطقه المريء والبلعوم والمنطقه الجزء العلوي من المعده. كل ده دايما نقوله ان لو حصل التهاب في جدار المعده او اللي بيوصل لقرحه المعده، ده بيؤدي الى حدوث الم في منطقه الصدر. ارتجاع المريء بيؤدي لحدوث الم في منطقه الصدر. طيب لو في التهاب في المراره او البنكرياس او وجود حصوات في المراره بتؤدي برضو الى التهاب في بيؤدي الى حدوث الم في منطقه الصدر. يبقى دي مجموعه من الاعراض اللي خاصه بالجهاز الهضمي. طيب الصدر برضو يحتوي على الضلوع والعضلات اللي بتحيط بالقفص الصدري. طبعا لو حصل التهاب غضروفي في منطقه الصدر، خاصه في المنطقه اللي هي بتحت فيها الضلوع مع عظمه الصدر، ده بيؤدي الى حدوث الم في الصدر. تاني حاجه لو في التهاب في العضلات او التهاب في العظم نفسه، كل ديت اعراض بتسبب الام الصدر. في اسباب اخرى طبعا ممكن نلاقي مثلا في التهاب في الجلد زي الحزام الناري. لو في التهاب في البنكرياس يحصل نفس القصه. لو في التهاب في الاغشيه المبطنه لجدار الرئتين بيحصل نفس السيناريو برضو من الالام دي. يبقى في اسباب كتير. ممكن بقى اسباب اخرى خالص يكون في درجه من درجات التوتر عند الشخص المصاب دايما، خاصه في مرحله الشباب. بيجي شباب كتير قوي يشتكي بالام في الصدر، يبقى ده نتيجه التوتر او هلع، دايما مصاحب الكلام ده خوف وعدم نوم كويس وفي الام في الجسم كلها وتوتر في طبيعه يومه. كل ديت اعراض ممكن يجي بيها ويقول لي انا دايما عندي الم في منطقه الصدر. بس لكل الم بقى الوصف الخاص بيه ونقدر نفرق ازاي. احنا كده في الفيديو دوت قدرنا ان احنا نجمع بصوره كبيره احد الاسباب اللي بتؤدي دايما الى حدوث الام الصدر، وممكن يكون سبب الالم دوت ايه. هنبدا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشخص كل الم ازاي وايه الاعراض اللي ممكن تظهر او تصاحب الالم دوت مع الشخص او يجي يشتكي بيها، ونقدر نتفاعل مع كل الم دوت. هل ممكن يستخدم ادويه معينه او يستخدم حاجات قبل ما يستشير الطبيب بتاعه، او الالم اللي هيحس بيه دوت هيروح لاهلي طبيب مختص عشان يفيده. كل ده ان شاء الله هتابعونا مع بعض في الفيديو القادم.